السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدي شاشة المرد وفي برنامجكم برنامج أخباركم الأربعاء تمام التاسعة، رصد إخباري متنوع ننقله لكم من مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المحلية. أرحب بزميلي محمد، حياك الله محمد. حياك الله خالد، وحياكم الله مشاهدينا مجددا في رصد الأربعاء والذي نبدأه كالعادة بالعناوين. خلال اتصال هاتفي سمو ولي العهد يعزي والد الشهيد السبيعي. أبو ظبي تعفي المستثمرين السعوديين من الرسوم وتعاملهم معاملة الإماراتيين. وكالة رويترز رفع أسعار الكهرباء والوقود في المملكة نهاية نوفمبر. المملكة توقع عقد بناء أول مفاعل نووي بنهاية 2018. صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل 35% من الاشتراكات التأمينية لدعم توظيف السعوديين. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه أبرز العناوين، نشوف التفاصيل وياكم. بسم الله. إذن خلال اتصال هاتفي لسمو ولي العهد أو أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بوالد الشهيد فيصل السبيعي لمواساته في فقيد الجندي أول عبد الله السبيعي. كما اطمأن أيضا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال محادثة هاتفية أمس الثلاثاء على والد الشهيد السبيعي. وقال سمو ولي العهد لوالد الشهيد: أنا واحد من عيالك، وثار ولدك عندي باخذة من كل إرهابي ومتطرف، وما فعله المتطرفون في وطننا زادنا عزيمة لاجتثاثهم من هذا البلد إن شاء الله. وكان الجندي أول عبد الله السبيعي وهو من منسوبي الحرس الملكي قد اغتالته يد الإرهاب خلال حادث الاعتداء الإرهابي الفاشل الذي تعرضت له نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي لقصر السلام بمحافظة جدة فجر السبت الماضي. إذن مشاهدينا الكرام نستمع وإياكم لمكالمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله لوالد الشهيد السبيعي. مرحبا، السلام عليكم يا سيدي. عظم الله أجركم. الله يتقبل دعاك. وشهيد إن شاء الله واجب في سنيه دين ووطنه. الحمد لله الحمد لله، هذا فرح لنا وشرف لنا وأن ولدنا في خدمة الدين والوطن والمليك، والحمد لله. والحمد لله ما يحتاجها كلها. الحمد لله. وعز الجميع بالنيابة عني. أبشر يا سيدي، أبشر أبشر. يا مرحبا. حظم الله أجرك والله يحفظك. اللهم أمين اللهم أمين، ويقبل دعاك. نحمد الله ونشكره. تعلمنا الحدث اللي صار، لكن ان شاء الله انهم في سبيل الله ودون وطنهم وحمايه وطنهم ومن وطنهم. الحمد لله الحمد لله، حنا واولادنا وانا كلبونا فدا لذا الوطن وللدين وللمليك، ونحمد الله ونشكره. ابشرك يا سيدي. طيب الله وجهك، وهذا هو اللي سووه فقط، زادونا عزيمه لاجتثاثكم من البلد ان شاء الله. الحمد لله، اليوم فرح، انا اعتبره فرح. الحمد لله. أنا بيك عارف حاجتين، ترى ولدك عندي، أبا أخذ من كل مضطرف ومن كل إرهابي في البلد. الحمد لله، الله يبيك. الله يسلمك، عزني واحدة من عيالك. بارك الله فيك يا سيدي، حنا عيالكم بعد وإخوانكم وكل أبونا الحمد لله. ومتحرين ومتحرين الحمد لله. ما تشوف شر الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا. هلا هلا. إذن محمد، هذه الفيديوهات لقيت تداول واسع جدا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الصحف المحلية، وهو أيضا يعني ليس مستغرب على القيادة من خادم الحرمين الشريفين وكذلك سمو ولي العهد بهذه المكالمة الهاتفية. إذن مشاهدينا الكرام، من هذا الرصد إلى رصد آخر. هذه المرة من أبو ظبي، حيث أعفت الحكومة هناك جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم النظامية ليتم معاملتهم معاملة المواطنين الإماراتيين، حيث تم الإعلان عن هذا القرار خلال فعاليات الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال تحت شعار معا أبدا برعاية وزارة شؤون الرئاسة. وخلال الملتقى والذي عقد في فندق قصر الإمارات بأبوظبي
تم التوقيع على 3 اتفاقيات بين السعودية والإمارات لتعزيز التعاون التجاري الاقتصادي وأيضا الاستثماري، كما يهدف الملتقى لتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة تعزز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية. وكان وزير التجارة والاستثمار معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي قد وقع اليوم الأربعاء مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان المنصوري مذكرة تفاهم في مجال دعم ريادة الأعمال تفعيلا لمخرجات خلوة العزم. طبعا خالد نهتم في إخباركم بمتابعة هذه الاتفاقية، حيث ينضم إلينا الآن على الهاتف الأستاذ ضرار الفلاسي وهو الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي. حياك الله أستاذ ضرار. الله يحييك أستاذ خالد. الله يحييكم. طبعا سعيدين بمداخلتك الليلة معنا في أخباركم، ودعني أبدأ معك. تفعيلا لمخرجات خلوة العزم تم توقيع مذكرة التفاهم اليوم الأربعاء، برأيك ما هو الأثر الاقتصادي الذي سيترتب على تفعيل هذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد في البداية هاي تكملة لعدة خطوات إن شاء الله تكون قادمة. التفعيل هو بداية، وهناك أعتقد بالمستقبل القادم القريب بيكون أكثر من مشروع، وأعتقد هذه تكمل بعضها وبتثبت للعالم قوة التكامل بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة. نحن نتوقع الأفضل ونتوقع التبادل، هذا التبادل التجاري يعني بيكون التبادل المنفعة بين الإمارات والسعودية أكبر وأكبر، وأنا أعتقد هذه يمكن بداية المشروع اللي قالوا عنه مشروع واحد كان 1.3 مليار 1.3، وأعتقد الباقي. أنا أعتقد أن هاي نقطة في بحر لتكملة التكامل الاقتصادي بين الإمارات والمملكة العربية السعودية. يمكن نحن في الجانب العسكري في الجانب السياسي نكمل بعض، لكن الحين أنا الأوان للجانب الاقتصادي لإثبات العالم قوة الاقتصاد هذا النوع من الاتحاد بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، لأن هم بيكونون في الأساس من يقود المنطقة. هذا أعتقد وجهة نظر، وأعتقد أن الجميع يترقب النتائج هذه، اللي أعتقد عقب شهر سيتم مراجعة ما تم اتخاذه. طيب أستاذ ضرار، يعني كيف تتوقع رح يبدأ المستثمر يعني اللي يمتلك مال بالفعل من الاستفادة فورا من هذا القرار؟ بداية الإعفاء اللي تم يعني عن طريق إعفاء المستثمرين السعوديين من الرسوم، وهذه أعتقد بادرة إيجابية، ويمكن بادرة سابقة اللي تحصل في الجانب الاقتصادي. بالعكس تشجع الاقتصاد، تشجع المستثمرين السعوديين، وإن شاء الله بيكون هناك تبادل استثماري بين الإمارات والمملكة العربية السعودية أكبر. يمكن اليوم سمعنا موضوع القطار اللي بيربط، فأعتقد هذه مجرد نقطة في بحر من الاستثمارات القادمة. صحيح. إذن الأستاذ ضرار الفلاسي، ونشكرك احنا في برنامج أخباركم، وشكرا أيضا لك على الإيضاحات اللي أضحتها لنا حول هذا الموضوع. وإذن مشاهدينا الكرام، من هذا الخبر إلى الخبر التالي. إذن هذه المرة ذكر تقرير مطول نشرته صحف محلية نقلا عن وكالة رويترز لأنباء توقعت أن تستعد المملكة لرفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء بنهاية شهر نوفمبر المقبل. ووفقا للوكالة فإن الحكومة ستأخذ في الاعتبار الأثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء في إطار خطة للحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط. وأشارت إلى أن الحكومة تتجه لزيادة أسعار البنزين ليتماشى مع الأسعار الدولية المختلفة وفقا للخطة، مما يعني أنه وفقا للأسعار الحالية فإن الزيادة قد تصل إلى 80% للبنزين بواقع ريال و35 هللة للتر الواحد. كما ذكر التقرير بأن الحكومة تخطط لتأجيل الزيادة في أسعار الطاقة الأخرى حتى مطلع 2018، ومن المتوقع أيضا أن يتم اتخاذ قرار نهائي
بشأن الخطة في أكتوبر الحالي. ما زال خالد لدينا العديد من الملفات في رصد الأربعاء الليلة من مختلف الصحف الإلكترونية وأيضا مواقع التواصل. نشوف الخبر التالي مشاهدينا. أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الأستاذ ماهر العودان أمس الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية تخطط لمنح عقد بناء أول مفاعل نووي. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السعودية الرياض إن العقد سيتم توقيعه بحلول نهاية عام 2018 تحت رعاية أعلى المستويات في المملكة بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي المهندس خالد الفالح قد كشف عن قرب إنشاء أول محطة مخصصة للطاقة النووية في المملكة، موضحا أن الوزارة لا تزال تعمل في الوقت الحالي على تحديد الموقع المناسب لإنشاء المحطة النووية التي ستكون الأولى من نوعها في المملكة. إذن خالد والمشاهدين الكرام، نستعرض في التقرير التالي مجموعة من الأرقام والبيانات حول مشروع الطاقة النووية. نشاهد خطوات جادة تتكشف يوما بعد يوم لتعلن عن انفتاح اقتصادي ومشاريع ضخمة من شأنها أن تعيد تشكيل البنية التحتية في المملكة خلال السنوات القليلة القادمة، في ظل التوجه الحكومي للاعتماد على الطاقة النووية السلمية في مشاريع توليد الكهرباء، والتي يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم نتيجة التقدم الصناعي والزراعي والمساحة الشاسعة التي تحتلها المملكة. على مدى سنوات ماضية اعتمدت كثير من الأقوال بأن المملكة العربية السعودية إنما هي دولة منتجة للنفط وليست في حاجة ماسة لتلك المفاعلات، إلا أن مقارنة أسعار إنتاج كيلوات ساعة في المحطة الحرارية التي تدار بالفحم أو البترول كانت كفيلة بإعادة الحسابات، إذ أن سعر إنتاج كيلوات ساعة يزيد 35% عن تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة الذي يمكن إنتاجه بواسطة المحطة النووية. وهذا يعني بأن المحطة النووية التي تبلغ قدرتها 1000 ميجاوات توفر نحو 130 إلى 140 مليون دولار في العام، مقارنة بالمحطة الحرارية التي تدار بالفحم وتوفر 170 مليون دولار، مقارنة بالمحطة الحرارية التي تدار بالبترول. وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح كان قد أكد بأن المملكة قد تحولت بفعل المتغيرات الاقتصادية التي صاحبت عدة قرارات خلال الأشهر الماضية لتكون الجاذب الأول للاستثمار ليس في المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم. خلال الأيام القليلة الماضية شرعت بالبدء في مرحلة الدراسات الهندسية وتأهيل التقنيات من كافة الدول المشهود لها بالتقدم والموثوقية في مجال المفاعلات النووية، وهي بذلك تخطو بحسب تصريحات للوزير الفالح نحو الاعتماد على مصدر استراتيجي لاستدامة الطاقة. وكمؤشر على هذا التوجه فقد طرح وفد المملكة خلال حضوره مؤتمر وكالة الطاقة النووية في فيينا قبل أسبوعين طرح مبادرة الطاقة النووية الوطنية للمملكة العربية السعودية على جهات مختصة من هذه الدول لتأهيل تقنياتها وقدراتها لتطوير مثل هذه المشاريع. كما أعلن وزير الطاقة السعودية المهندس خالد الفالح عن قرب تشكيل لجنة للمنافسة بشكل شفاف ومعلن من فتح المظاريف والنظر في التكلفة ثم في التنظيمات المناسبة والإشراف التنظيمي الصارم على موضوع السلامة. فهل سيتحقق حلم دخول الطاقة النووية في منظومة الكهرباء خلال العقد القادم؟ إذن كان هذا التقرير السابق للطاقة، مشروع الطاقة النووية، والذي عده لكم فريق برنامج أخباركم. شكرا للزملاء لإعداد هذا التقرير، تجدونه أيضا موجود على حساب البرنامج. مشاهدينا الكرام، إلى الخبر التالي. هذه المرة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث أطلق هدف برنامج دعم نمو توطين المنشآت لرفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل. ومن المفترض أن يتحمل البرنامج الاشتراكات نيابة عن منشآت القطاع الخاص لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتحفيزهم على توظيف السعوديين والسعوديات، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأيضا صندوق تنمية الموارد البشرية هدف خالد أبو الخيل أن الصندوق سيسهم بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموا
في أعداد الموظفين السعوديين، مبينا أيضا أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي ومتاح لكل المنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية. وقال أيضا المتحدث الرسمي إن الدعم سيدفع وفق تاريخ الاشتراك بالبرنامج اعتبارا من أكتوبر الجاري لمن تم توظيفهم سواء سبق دعمه أم لم يدعم بعد، متواصلين مع المشاهدين خالد. وهذه المرة نصل إلى الفقرة الجميلة حديث الصورة. إذن محمد، يا حديث الصورة اختار لنا فريق البرنامج اليوم صورتين. الصورة الأولى هي لسيارة كهربائية وهي لنقل الأطفال المنومين إلى غرف العمليات والأشعة، وهذه السيارة تأتي يعني مبادرة من أحد المستشفيات ليعني تخفيف ممكن الرعب الذي قد يكون في قلب الطفل في المستشفى، وكذلك الخوف يعني مثلا من الدكتور. بلا شك الجانب الإنساني للممارسين الصحيين يعني بعضهم يؤدي عمله ويشكر عليه، لكن المبادرة هذه باحتواء الأطفال بتقديم مثل هذه الأنواع من السيارات أو الألعاب يسهل أيضا في عملية التعامل مع أولئك الأطفال. صحيح. إذن محمد، الآن نصل والمشاهدين الكرام إلى آخر الحلقة، وهي استعراض أبرز وأهم الأخبار المتداولة خلال 24 ساعة الماضية، رصدها لكم فريق برنامج أخباركم في 90 ثانية. نشاهد. ولي العهد يوجه بدعم الجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة ب6 ملايين ريال. البشير يشكر ولي العهد على دعمه وجهود المملكة في رفع العقوبات عن السودان. مفتي عام المملكة: حماية بلاد الحرمين والدفاع عنها واجب على كل مسلم. سكرتيرة وفد المملكة بالأمم المتحدة: المملكة حريصة على حقوق الأطفال دون تفرقة بالجنس أو العرق. الصحة: أكثر من 4000 حالة تسمم دوائي بالمملكة خلال عام. وزارة الإسكان تستعد للإعلان عن دفعة جديدة من المنتجات السكنية الأحد القادم. الشورى: مطالبات بالإسراع في إنشاء شرطة البيئة. الصحة: تشدد على منع بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشيبسات والشوكولاتة والحلوى في المقاصف المدرسية. لأول مرة على مستوى الجامعات، جامعة الإمام تفتتح دبلوم محاماة للطالبات. أرامكو: بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني الصناعي لطلاب الدبلوم. إذن محمد وكذلك مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى نهاية الحلقة. غدا الخميس هو نهاية الأسبوع، سيكون إن شاء الله هناك رصد أخير لهذا الأسبوع بإذن الله تعالى. استعرضنا اليوم العديد من الملفات المهمة، شكرا للزملاء على إعدادهم أخبار الليلة وأيضا العديد من التقارير، شكرا لجميع من داخل معنا في أخباركم، شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. تمام 9 من مساء الخميس، رصد أخبار لأخباركم، في أمان الله.